اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم منشئة الصحافة، وهذه جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها منشئات كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيف الإعلامي حسين عبد الرحمن. حياك الله معنا. حياك الله وفي مشاهدين تلفزيون الكويت سعود اينما كانوا. اذا مشاهدينا بعد الفاصل ابدا معكم بصحافتنا المحلية. البداية مشاهدين من صحيفة الجريدة وهذا المانشيت: باب الترشح يقفل اليوم وفحص الطلبات تدشن أعمالها. وفي تفاصيل الخبر كتبت الجريدة أن مدير الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد حقوقي صلاح الشطي كشف أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية وإدارة الفتوى والتشريع وممثلين عن الداخلية. وفي الشأن الانتخابي مشاهدينا، نشرت صحيفة الأنباء هذا المانشيت: 11 مرشحا ومرشحة في اليوم قبل الأخير من إغلاق باب التسجيل بإجمالي 350. إذا نقف عند هذا الخبر الانتخابي سادة حسين، إذا اليوم يعتبر آخر يوم لتقديم طلبات الترشح لانتخابات أمة 2022، كيف قرأت المشهد منذ بداية التسجيل؟ أخ سعود، يعني حقيقة اليوم يعني هو فعلا عرس ديمقراطي، شيء يعني أنظار العالم كلها إلى الكويت، هذا البلد الصغير بحجمه ولكن كبير بمعاني وجود هذه الديمقراطية. وفق القواعد القانونية والدستورية اليوم آخر يوم، هو 10 أيام المهلة، وبالتالي الساعة 1:30 راح يسكرون الباب الرئيسي، لكن من يوجد داخل المقر داخل الإدارة يسجل هذا. يعني لاحظنا اليوم الآن وجود 350 مرشح ومترشحة، لاحظنا أيضا وجود أخوات فاضلات تقدمين، وهذا شيء جميل. يعني جميل أن العنصر النسائي، ونتمنى لهم أن يشون المجلس كان يعني بأكبر عدد، وهذا يعني إضافة جميلة لهذا العرس الديمقراطي. اليوم إحنا نترجم حقيقة تطلعات القيادة السياسية في إجراء انتخابات نزيهة، في إجراء انتخابات يعني يسودها المحبة، وفي إجراء انتخابات في فائز وفي واحد خسران واحد ربحان. نعم. وبالتالي الخسران يبارك للفائز، والفائز أيضا يشيد بجهود من شارك في هذه الانتخابات. وهذا هي يعني الوضع بالكويت. بالتالي تمسكنا بهذه الإجراءات الدستورية، إجراءات قانونية في مجلس الأمة، شيء مفرح. لو بشوف الناس كلها، راح في ضيوف راح يجون الكويت يشوفون هذا الديمقراطية، راح تبدأ يوم 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 29. نعم. راح يكون شيء جميل، شيء راقي بالكويت. نتمنى ان احنا يعني ناجحين بالانتخابات، ونتمنى ان نتائجها تكون يعني في صالح البلد، وان يكون هناك حسن الاختيار. بالتاكيد حسن الاختيار هو الهدف. والحكومه اعلنت بمنتهى الصراحه انها لن تتدخل في كل الامور، سواء في انتخابات الرئاسه او انتخابات اللجان، وهذا على لسان سمو ولي العهد حفظه الله، من اراد ان يعني يشجع الناس الى خوض الانتخابات، وبالتالي ان شاء الله النتائج راح تكون لصالح الكويت باذن الله. ننتقل الى موضوع اخر وفي المجال الانساني مشاهدينا، عنونت صحيفه القبس: 538 الف دينار حصيله اليوم الاول من فزعه الكويتيين لاغاثه باكستان. وفي صحيفة الرأي نقرأ هذا العنوان: الرئيس والعناوين الشارحة له: المركزي يوقف تأسيس البنوك لشركة إدارة الكاش بناء على طلب اتحاد المصارف الذي دفع بعدم الحاجة لإنشاء مركز للنقد. أسباب إنهاء المشروع: توجه عملاء المصارف إلى القنوات البديلة، القفزة الحاصلة بحجم عمليات التحول الرقمي، تراجع الاستخدام المفرط للمعاملات النقدية بشكل لافت، الكلفة الإنشائية والتشغيلية للشركة باتت غير مستحقة. عنوان آخر في صحيفة الكويتية: السفير طلال المطيري رئيسا للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لمدة عامين. صحيفة النهار كتبت: انطلاقا من استراتيجية التحول الرقمي لدى بنك الكويت المركزي والانتقال السريع نحو بيئة أعمال ترتكز على مواكبة التطورات الهائلة في الصناعة المصرفية بما يدعم قدرة وحدات الجهاز المصرفي على القيام بواجباتها في ظل بيئة عالية التنافسية، أعلن بنك الكويت المركزي أنه بصدد إطلاق بوابة رقمية مطورة خاصة بالخدمات الموجهة للقطاع المصرفي.
خبر آخر من صحيفة الوسط حول استضافة دولة الكويت البطولة الآسيوية الرابعة لألعاب القوى للناشئين والناشئات التي سينظمها الاتحاد الكويتي للعبة في الفترة بين 13 و16 من أكتوبر المقبل بمشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة من 33 منتخبا آسيويا مع أجهزتها الإدارية والفنية والطبية. مشاهدينا ماشيت الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل، نتجه وإياكم إلى الصحف العربية والعالمية. خبر تولي ليز تراس مشاهدينا رئاسة وزراء بريطانيا غطى كثيرا من ماشيتات العالمية. لوموند الفرنسية وتحت عنوان المملكة المتحدة فجوة واسعة أمام ليز تراس، ترى أنه من النادر ما يأتي رئيس وزراء بريطاني إلى السلطة في أوقات السلم عندما تجد بلاده نفسها في مثل هذه الفوضى وتواجه مثل هذه السلسلة من التهديدات. ليز تراس التي تخلف بوريس جونسون رسميا ستقود المملكة المتحدة الواقعة في قبضة أزمة اقتصادية واجتماعية وطاقية وسياسية لا مثيل لها منذ عدة عقود، انتخابها من قبل 172 عضوا من حزب المحافظين وحده، ولا الوعود التي قطعتها كتقليل الضرائب والابتعاد عن أوروبا، كل هذا لن يكون كافيا لإخراج البلاد من حالة الركود وتحسين العلاقات مع جيرانها بما في ذلك فرنسا. ليز تراس ترث اقتصادا جاثيا على ركبتي في المملكة المتحدة، هذا مانشيت في وول ستريت جورنال التي أوضحت أن رئيسة الوزراء الجديدة ستواجه أكثر التوقعات الاقتصادية رعبا لزعيم بريطاني. يدخل الاقتصاد المتباطئ في بريطانيا مرحلة الركود والتضخم في أعلى معدل له منذ عقود، وتواجه الأسر فواتير طاقة معطلة من الحرب في أوكرانيا، كما انخفض نمو الإنتاجية إلى النصف المعدل الذي كان عليه في أوائل العقد الأول من القرن 21، والأجور الحقيقية آخر في الانخفاض، واقترب الجنيه الاسترليني من أدنى مستوياته القياسية، وتسبب شيخوخة السكان في ضغوط متزايدة على الخدمات العامة حتى في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة كبح جماح الانفاق العام التي ارتفعت خلال جائحة كورونا. إذن تراس تولت رسميا هذا المنصب، منصب رئيس حكومة بريطانيا، رئيسة حكومة بريطانيا، لكن في عز أزمة قياسية تمر فيها المملكة المتحدة يمكن منذ الحرب العالمية الثانية. ما قدرتها خصوصا ومع حزب المحافظين في تقليل الأضرار قدر الإمكان؟ أولا يعني تراس لما إجت إلى اليوم حقيقة فازت في يعني بأغلبية في حزب المحافظين، اسمها الأساسي ماري إليزابيث تراس، يعني وهذا الاسم الحقيقي لها، وخريجة أكسفورد، تتمتع بقدرات كبيرة، هي بجسد تريزا ولكن بعقلية مارغريت تاتشر، فهي ستجسد مارغريت تاتشر بقوتها بقوتها في يعني اتخاذ القرارات، وبالتالي اعلنت انها ستعين 130 مليار للمساعده في قصه يعني الكهرباء، لان اليوم عندهم طاقه الكهربائيه جدا، الناس قاعد تشتكي والناس قاعد تتالم، وبالتالي تراز وعدت على عشان كذي اليوم امس اختارت ثلاث وزراء اقوياء لهم، وان كانوا من يعني اجناس مختلفه من يعني اعراق مختلفه، وهذا هو البريطانيا العظمى حيث ان الاندماج السكاني والاندماج جات، واختارت ثلاث وزراء اليوم نائب الرئيس وكذا موجود، بالتالي تراس تتميز بشيء واحد بانها صاحبه قرار، تتخذ القرار وتتحمل عليه وتمشي، وكانت يعني تمثل اليوم ايضا قوه جونسون في 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 عمليه اتخاذها، لذلك هي وعدت بأن الكهرباء لن يمس كثيرا، وستدفع للشركات الكهرباء فروق الكهرباء عشان تستمر الطاقة الكهرباء، لأن مقبلين على شتاء بارد وقاسي في ظل نقص الغاز اللي موجود في العالم كله، توقف روسيا، وهذه يعني تراس وضعت حجمه، لذلك في هذه الناحية الاقتصادية سوف تلجأ إلى اتخاذ إجراءات لا تمس المواطن، يعني هي فكرتها أن لا يمس، بل نستطيع نحن ببريطانيا أن نساعد هذا المواطن وخاصة أصحاب الدخل المحدود. أيضا بالتزامن مع نقل السلطة تكتب الجارديان تحت عنوان
المحكمة تقول إن وزراء المملكة المتحدة تجاهلوا أدلة انتهاك رواندا لحقوق الإنسان، وتم الطعن في خطة المملكة المتحدة لترحيل الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء إلى رواندا في المحكمة العليا، مع مزاعم بأن الوزراء تجاهلوا عمدا الأدلة على أن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا قد انتهكت حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في العيش بدون تعذيب. جاء التحدي القانوني مع ارتفاع عدد اللاجئين الذين وصلوا بالقوارب الصغيرة عبر القناة إلى مستويات قياسية، وتعهدت ليزتراس بالالتزام بهذه السياسة. إذن ليزتراس أعلنت خصوصا في حملتها الانتخابية عن ترحيل اللاجئين إلى رواندا ستستمر، قالت. إذن ما انعكاسات ذلك خصوصا على سمعتها وأيضا أمام مؤسسات الحقوق الإنسان؟ أسوأ ما في تراس هي هذه الفكرة، ترحيل الأجانب. في على فكرة خلينا نقول هي لديها عنصرية في هذا القصة، وهذا يعني معروف عندها. يعني لو أحد ثاني وصل إلى الحكم ما كان تقدر. فهي الآن يعني مع رواندا عملت اتفاقية، وهذه الاتفاقية بحيث أن هؤلاء الناس تأخذهم وتوديهم إلى هناك ويعيشون هناك في ظل مساعدات تقدمها إلى حكومة رواندا. رواندا تقدم المساعدات ويظلون هؤلاء عايشين عندهم. طبعا حتى اليوم ما تم ترحيل أحد، ولذلك المجتمع الدولي سيقف ضد هذه الفكرة بترحيل هؤلاء يعني الذين يبحثون عن العيش الكريم ويبحثون كيف. هي هنا راح تبين قوتها إذا استمرت في سياسة ترحيل الأجانب، راح تتأثر داخليا. سبب واحد، لأن بريطانيا قائمة على العمالة الأجنبية، يعني كل أغلب العمالة الأجنبية موجودة في بريطانيا، هم اللي قاعد يشغلون الاقتصاد، وأكبر ناس عندهم يعني فلوس وكذا هم الأجانب الموجودين، وبالتالي هذا راح تؤثر عليه كثيرا على تحركاتها دوليا. راح تكون ايضا يعني بريطانيا اللي هي نعرفها حريات وكذا، هذه اتخذت هذا الاجراء يعني ضد الناس المهاجرين غير شرعيين. طبعا ما حد يؤيدها في هذا الا مجموعه قليله في اتخاذ هذا الاجراء. نعم، نذهب الى موضوع اخر التي نشرت فيه الاندبندنت مقالا كتبه كيم سينغوبتا تحت عنوان ماذا يمكن ان نتوقع من ليزتراس في السياسه الخارجيه. يتوقع فيها ان يؤدي الموقف القوي من روسيا والصين الى جانب الوعود بزياده الانفاق الدفاعي الى دور دولي اكثر تقدما لبريطانيا في عهد تراس. واعتبر الكاتب من خلال مواقف السابقة لتراس أنها تفتقر افتقارا مزعجا للمعرفة الدولية والجاذبية في الجغرافيا السياسية، وأضاف أن تراس ستواجه عالما عاد من نواح عديدة إلى ما كان عليه عندما وصلت مارغريت تاتشر إلى السلطة لأول مرة، ولكن مع مخاطر إضافية. روسيا هي العدو مرة أخرى، لكن المواجهة المسلحة بين الناتو وحلف وارسو في الحرب الباردة استبدلت بأخرى ساخنة في قلب أوروبا. إذن كاتب المقال هنا أستاذ حسين يشبه العالم اليوم إلى حد ما كان عليه العالم قبل في تولي مارغريت تاتشر السلطة، لكن هنا مع تحديات أكبر. نعم. لتراس، هل تتفق مع هذا التشبيه من الكاتب؟ هو ما يعني تراس تحمل فكر جونسون، يعني شيل راس تراس حط راس جونسون، يعني وبالتالي جونسون هو من الذين وقفوا ضد روسيا، وقفوا ضد الصين، وأيضا أيدوا ودعموا بأسلحة إلى أوكرانيا، وبالتالي يعني هذه الفكرة موجودة. حتى في أول مقابلة مع وزير خارجية روسيا ومع تراس لما كانت وزيرة خارجية قبل تولي الرئاسة، كانت أيضا حادة في إجراءها وتحمل فكر جونسون. يعني جونسون ما زال مؤثر عليها في قضية، وهي مؤمنة أن السياسة الخارجية يجب أن تكون يعني مختلفة ونكون لنا دور، وتريد أن تعيد مجد بريطانيا الأول. يعني الدول طلعت الآن تريد تعيد لها المجد، لأن كان بريطانيا المملكة التي لا تغيب عنها الشمس. اليوم الشمس غابت عنها في كثير من المناطق. لذلك تراس يعني تفكر بهذه العقلية في التصدي للصين، ويعني امتداد الصين وروسيا هم كل ما تملكه، ان يعني
تستمر في عملية جلب العسكريين الأوكرانيين إلى بريطانيا وتدريبهم على الأسلحة. نعم، والدعم المادي أيضا. هم يعني قائمين على دعم، لكن الأوكرانيين محتاجين أسلحة أكثر من دعم المادي. وبالتالي هي تراث يعني بعقلية. بس خليني أقول لك شيء، يعني تراث عام 1994 كانت طالبة في جامعة إكسفورد. فبالتالي وقفت تخطب في الله، وكانت خطيبة يعني بعدها تو ما كانت في يعني داخل حزب المحافظين، كانت في حزب ثاني. فطالبت بشيء غريب، طالبت يعني برحيل الملكية خلاص. قال احنا ما لنا من الملكية. اليوم من 94 اليوم صارت رئيسة وزراء، الملكة تعينها رئيسة وزراء. يعني هذه مفارقة. مفارقة العجيب. في وقت اللي هي كانت طالب برحيل الملكية عن بريطانيا، اليوم الملكة عينتها. يعني طبعا تدري لما اختارها لازم الملكة تعين اجراء بروتوكولي. اي بروتوكولي. ويمكن انا اعتقد ان هي اليوم ما راح تتحسف على كلمتها اللي قالت 94 بجامعة إكسفورد. لكن على فكرة هي اشتغلت في شركة شيل. نعم، يعني شركة شيل، وكانت محاسبة ترى. ها نعم. بس عقليتها زينة. أنا ترى والي كل المحاسبين عقلياتهم شوية. نعم، نذهب أيضا معكم مع السادة المشاهدين إلى صحيفة الشرق الأوسط التي نقلت عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله أن رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس أدلت بتصريحات معادية تماما لروسيا، ومع ذلك تأمل موسكو في أن لا تزداد العلاقة مع لندن سوءا. وأضاف أن الوضع الحالي يمكن تقييمه من خلال تصريحات تراس التي أدلت بها أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية وحملتها لتصبح زعيمة حزب المحافظين. لوفيغارو الفرنسية تعنون بكين تدعم حليفها الروسي ضد الولايات المتحدة، وترى أن الشراكة اللامحدودة التي نسجها الرئيسان شي جي بينغ وفلاديمير بوتين تمتد إلى أقصى بحر أوخوتسك. يشارك الجيش الصيني بقوة في التدريبات العسكرية الروسية فوستوك، مما يزيد الضغط على اليابان وكوريا الجنوبية، حليفتي الولايات المتحدة في شمال شرق آسيا. للمرة الأولى تشارك المكونات الثلاثة البرية والجوية والبحرية لجيش التحرير الشعبي في هذه التدريبات الحربية. تم إرسال 2000 جندي صيني بالإضافة إلى 300 مركبة وحوالي 20 طائرة وطائرة هليكوبتر إلى الشرق الروسي. أما في صحيفة النهار اللبنانية نقرأ عن وضع العملة الموحدة لأوروبا. سعر اليورو تأثر بالتطور الجيوستراتيجي المتمثل بانقطاع الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا. فبعد انخفاضه التاريخي ليساوي الدولار، انخفض اليورو مجددا أمس ليصبح دون الدولار، ووصل إلى أقل من 0.99 مقابل العملة الأمريكية لأول مرة منذ 20 عاما. وجاء هذا التراجع بعد أن أعلنت روسيا أنها ستغلق خط أنابيب إمدادات الغاز الرئيسي إلى أوروبا إلى أجل غير مسمى. مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى مراسلنا ياسر سعد في القاهرة واستعراض لأبرز مانشيتات الصحف المصرية. صباح الخير يا كويت، وأهلا بكم في جولة جديدة في الصحافة المصرية الصادرة صباح اليوم. نبدأ جولتنا في منشط الصحافة، ولكن من خلال الصحافة المصرية الصادرة صباح اليوم، ونبدأها من صحيفة اليوم السابع والتي كان عنوانها الرئيسي يقول مصر سند الأشقاء العرب، والرئيس الفلسطيني يعرب عن تقديره لجهود مصر الحثيثة في دعم الشعب الفلسطيني. كما أشارت اليوم السابع إلى تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة من نظيره الجزائري للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر في نوفمبر المقبل. ونقلت صحيفة اليوم السابع تأكيد الرئيس السيسي لتطلعه إلى العمل لضمان نجاح القمة في تعزيز العمل العربي المشترك. ولا نزال مع ملف القضية الفلسطينية، ولكن من خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد بالقاهرة، فقالت صحيفة الأخبار مجلس الجامعة العربية يؤكد دعمه لتوجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأشارت الأخبار إلى دعوة كل الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها وتبني حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية. كما نقلت الأخبار موافقة مجلس الجامعة على عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس في مطلع عام 2023 في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. ولا نزال مع ملف الأوضاع العربية، ولكن من خلال ملف القمة العربية وعبر صحيفة الأهرام، والتي قالت
نقلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن عقد القمة العربية في الجزائر في نوفمبر المقبل ولا صحة لتأجيل القمة. ونقلت الأهرام تصريحات أبو الغيط إلى أن الوضع الدولي حساس، فهناك حرب في أوروبا يمكن أن تتحول لحرب كبيرة على مستوى العالم، وهناك أزمة غذاء عالمية وارتفاع أسعار مخيف على مستوى العالم، ونرى معدلات الفقر في دولة كانت إمبراطورية عظمى وهي بريطانيا، وهناك أيضا مشكلات في الطاقة والمناخ. ونختتم جولتنا في الصحافة المصرية ولكن من خلال صحيفة الجمهورية والتي تطرق أبواب المستقبل بهذا الموضوع، فقالت الجمهورية في عنوانها: تخصصات جامعية ستنقرض وأخرى ستقودك إلى المستقبل، وداعا للخريجين بمواصفات القرن العشرين. وقالت الجمهورية في تفاصيل هذا الخبر إلى أن هناك تخصصات لم تكن معروفة في الماضي مثل الذكاء الاصطناعي وأمن الشبكات وهندسة الحاسبات والميكاترونيكس والروبوتات ستتحول إلى كليات قمة، وأن مهمة التعليم الجامعي هي إعداد الطالب للتعامل مع التغيرات المستقبلية. كانت هذه هي أبرز العناوين التي وردت في الصحافة المصرية الصادرة صباح اليوم. شكرا لكم ولكم كل التحية. ياسر سعد، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة. إذن نذهب معكم مشاهدينا إلى مجلة فورين بوليسي التي تتساءل في عنوان لها: لماذا ستستمر الترامبية؟ وتشير إلى سيطرة الرئيس الأمريكي السابق على حزب دمر نفسه بالفعل، كما تؤكد العديد من الكتب الجديدة، وسيظل تأثيره السلبي حيا لفترة طويلة. وقالت الصحيفة أن على العالم أن يحذر، لقد كانت الترامبية مقبلة منذ وقت طويل وستستمر لفترة طويلة، إنها تهدد بملاحقتنا في المستقبل، وعندما تنتهي قد لا يكون ما أسماه الرئيس الأمريكي جو بايدن التجربة الأمريكية قابلة للتمييز أو حتى الإنقاذ وفق تعليق الصحيفة. إذن عرف عن الحزب الجمهوري في العقدين الماضيين تيارات تميل إلى يعني التشدد أكثر، يعني كان أبرزها مثل حزب الشاي وأيضا ما يسمى الآن في الترامبية. نعم، برأيك إلى أي يعني حد يعكس ذلك شيخوخة الأحزاب العريقة؟ لا، هو يعني الأحزاب العريقة لها قواعدها ولها التزاماتها، ولكن من يأتي في الفترة هذه هو اللي يغير مفاهيم الناس. يعني ترامب نسميه ترامبية، زمن نعيش في زمن الترامبية، هو هذا الزمن اللي يعني مر بعملية سيئة في تفكيره، يعني وكان يحمل فكر عنصري. ترامب جاي هو صاحب مال، هو ليس سياسي، يعني هو مو سياسي، هو يعني رجل أعمال، رجل أعمال، هو هدفه المكسب المادي، وبالتالي هو يرى أمريكا مثل تجوري مفتوح فياخذ فيه اللي يبيه. لذلك الناس يعني كشفوه خلال الفترة. تشوف أنت لما سقط بالانتخابات خلاص الناس اعتبرت أن وجوده. هو أيضا يحمل فكر لا يتوافق مع الديمقراطية الأمريكية، يعني بناء الجدار هذا اللي سووه، يعني جدار العازل بين المكسيك وبين المكسيكان، سهل المكسيكان نزلوا من تحت الجدار ويوم ترامب ما قاعد يقود العمل، ولذلك يعني لأنه غير سياسي أخذ كل الدوكيومنت الأوراق من الوايت هاوس وراح ودى بيته. بيتك شحقة توديه؟ من قال لك اسمه لا يسمح لك؟ هذا في نظام موجود، أكو أوراق نعم ممكن تتأخذها معك، ولكن أوراق السرية تظل محتوم. ما بلغ أحد، يعني ما بلغ، يعني لما شال الأوراق ما بلغ يعني رئيس الجمهورية يبلغ أو يبلغ يعني الحزب الحاكم إن أنا ترى أخذت أوراق معاي إلى كذا. لا، هو فوضوي في تفكيره، يعني فوضوي، يعني رجل يبحث عن المال، وبالتالي ما تورطوا فيه. يعني ما أعتقد إنه راح يخوض انتخابات جاية مرة ثانية، وإذا خاض راح ما ينجح، يعني لازم الحزب يدور له بديل عن ترامب، يعني بديل ناجح يكون، يعني يقدر يجيب أهداف وقوار يسجل. نعم، إذا وصلنا معك ومع السادة المشاهدين إلى ما قال اليوم مشاهدينا، لكن بعد هذا الفاصل.
مقال اليوم مشاهدينا بعنوان تحديات صعبة أمام الطاقة الأوروبية، كتبه للشرق الأوسط وليد خدوري، بيسلط الضوء فيه على معاناة أسواق الطاقة العالمية من أصعب تجربة مرت بها منذ عقود بسبب حرب أوكرانيا، والقرارات الأوروبية لمقاطعة الغاز والنفط الروسيين الذين يشكلان عماد إمدادات الطاقة لأوروبا، ومن ثم رد الفعل الروسي بقطع الإمدادات الطاقوية إلى أوروبا. حسب الكاتب، كان من المستغرب في بادئ الأمر كيف تقاطع أوروبا الإمدادات الروسية. من المفهوم أن أوروبا أرادت أن تعبر عن دعمها لأوكرانيا واستهجانها للغزو الروسي، كما أن الولايات المتحدة كانت ولا تزال تضغط منذ عقود لفك الاعتماد الأوروبي على الإمدادات الغازية الروسية لأوروبا. لكن من غير المفهوم أن تقاطع دولا صناعية المصدر الأساسي لمصدر طاقتها الرئيسية بتبني قرارات مستعجلة دون التحضير اللازم مسبقا للحصول على التعويضات. مشاهدينا، وصلنا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. هنا نذهب معكم إلى الكاريكاتير، نطالعه مع ضيفي حسين عبد الرحمن، وهذا الكاريكاتير من صحيفة الأنباء، طبعا بريشة رسام الكاريكاتير محمد ثلاب، وتعليقك حول هذا الكاريكاتير المعبر. هو حقيقة دائما يكون الفنان محمد ثلاب مبدع فيه. هذه اليوم العالم الجديد، خلاص نعم. صار العالم بيدك في 10 سنتي في 5 سنتي، يعني صار عام. وبالتالي رأينا أن هذه الانتخابات الكويتية كيف وسائل التواصل هي اللي غطت يعني الانتخابات هذه، وهذه لها تأثير كبير ولها تأثير. وبالتالي نتمنى من الإعلام الجديد أن لا يستغل من أجل إساءة إلى الديمقراطية، من أجل إساءة إلى الانتخابات، من أجل تأثير على الانتخابات بطريقة سلبية. الالتزام بالمهنية شيء أساسي، أهم شيء يجب أن يكون هناك. وعلى الجهات المختصة، على الجمعيات نفع العام، على يعني الجهات الموجودة أن تتولى تدريب هؤلاء الناس، يعني بمنحهم ثقافة الإعلامية، ثقافة قانونية، من أجل استخدام أفضل وسائل التواصل حتى لا يقعوا في المحظور. نعم، إذ بهذا الكاريكاتير المميز والمعبر وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ما سعني لا نشكر ضيفي الإعلامي حسين عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لكم مشاهدينا لطيب المتابعة. نلقاكم غدا في حلقة جديدة. في أمان الله.